وايات وانا كنت معاكم بنسوها سودا. قال لي قال له لازم تقتلها بالملايه بعد ما قناها بيبي خناها بالملايه. اهلا بكم، تعالوا نشوف القضيه دي اللي حصلت بالتحديد في شبين الاناطول محافظه القليوبيه. زوجه عندها 20 سنه اسمها شاديه. شاديه شابه مقبله على الحياه. شاديه كان نفسها في يوم من الايام تكون سيده اعمال، نفسها تكون سيده الصالونات، نفسها تكون زي اللي بيشوفهم في التلفزيون. شاديه كانت جميله وشايفه نفسها ان طموحاتها وامكانياتها الساعتها لتحقيق كل احلامها. ايه المانع ان هي تشتغل وايه المانع انها تنجح في شغلها وتبقى سيده اعمال؟ كان كل همها طموحها لا فكرت في زوج ولا في اولاد ولا في غير. بالفعل شاديه خلافات مع زوجها باستمرار بسبب ان هي ليها طموح في الخروج للعمل ليها وليها وليها، فالزوج ما لقاش فرصه او حاجه ان يعدلها غير ان هو يطلقها. وفعلا انطلق وفي هدوء ومفيش اي مشكله خالص. شاديه في الوقت ده بدات اول سلام النجاح، ابتدت تشتغل في الكافيهات واسمها ابتدى يلمع وخاصه مع الاثرياء العرب. هي ما كانتش بتتاجر بنفسها ولا بجسمها ولا غيره، لكن جمالها كان بيجذب السياح والاجانب ليها. لغايه ما جه سارق عربي واتعرفت عليه وقال لها انا هشتري لك لبس وهشتري لك كل اللي انت عايزاه والمكياج. وبالفعل اتعودت على كده، اي سارق عربي بيدخل الكافيه بس ما كانش بيسلم نفسها ولا كانت عمرها من النوع اللي ممكن يبيع جسدها بالمال. في الوقت ده اتعرفت على محمد. محمد شاب مقتبل العمر حبها فعلا وهي مالت ليه، ولقت ان دي فرصه ان هو وافق ان هي تشتغل ووافق ان هي تحقق طموحها وما كانش عقبه الجواز في تحقيق احلامها. بالفعل اتجوزت محمد واستمروا 8 شهور. محمد لقى ان هي كل شويه لبس داخل ولبس طالع وشاف ان هي عايشه حياه مش هي. قال لها الحاجات دي كلها انا مش موافق على اسلوب الهدايا. قالت له انت عارف من الاول ان انا اي سائح بيجي او اي خليجي بيجي بيتعرف عليا بيشتري لي الحاجات، وانت عارف اخلاق مراتك وعارف انها عمرها ما هتسلم نفسها لحد. حصلت المشاكل وبالفعل راحت سابت البيت وراحت رجعت تقعد عند امها. واستمرت الحياه، حاول كتير يبعت لها ناس ووسط عشان ترجع ورفضت ان هي ترجع. في الوقت ده كان ليه مجموعه من الاصدقاء، كان ليه واحد اسمه مصطفى وواحد اسمه احمد وواحد اسمه محمد وست اسمها ايه، دي جاره شاديه وحبيبتها والصديقه اللي احنا دايما بنقول احذر من صديقك مره، احذر من عدوك مره، واحذر من صديقك 100 مره. هي دي الصداقه للاسف اللي بتودي في داهيه. في الوقت ده محمد حاول وخلى ايه راحت لها بدل المره 10 وتقول لها يا شاديه ارجعي، محمد بيحبك، محمد مش عارف يعيش من غيرك، محمد حياته متدمره. يا شادية محمد الوحيد اللي بيحبك من قلبه وهيعمل كل اللي يرضيكي، بس هو الراجل خايف عليك. يا شادية الزوج لما بيغير على مراته مش معنى كده انه بيخنقها، ده معنى كده انه بيقول لها ان انا بحبك. يا شادية محمد مش عارف يروح شغله ولا عارف يمارس حياته وكل همه دلوقتي فين شادية فين شادية. شادية قالت له خلاص انا اشتغلت في الكافيه رجعت تاني ومش فاضيه لاي حاجه تاني ومش هرجع له تاني ابدا. هما كانوا متجوزين عرفي، قالت له ادي الورقه العرفي اللي معايا قطعتها اهي، وقولوا له يقطع الورقه اللي معاه بدل ما ارفع عليه قضيه وتخليه يطلقها. لان الورق العرفي اللي معاه ما يقدرش ان هو يتجوز وما يقدرش هي تتجوز ولا تقدر اي حاجه، لانه ممكن يوم ما تتجوز يروح يرفع الورق العرفي ويقول ده احنا متجوزين عرف وجمعت بين زوجين. فراحت ايه قالت له على فكره يا محمد، هي رفضت وقطعت وقطعت ورقه العرف اللي معاها وبتقول لك قطع الورقه دي بدل ما تشتكيك وتطلب الطلاق. محمد قال لها يعني ما فيش فايده؟ قالت له ما فيش فايده. قال لها خلاص ما فيش غير حل واحد، انا هرجعها بيه. كان لي صديق اسمه مصطفى، قال له يا مصطفى، قال له يا محمد، قال له عايزك تلبس لبس خليجي اللي بتاع اللي بيحطوه على راسهم ده والعجال والجلابيه بيضه وتمسك سبحه في ايدك وتروح الكافيه اللي هي شغاله فيه وتعمل نفسك ان انت معجب بيها وان هي عايزه تشتري حاجات وان هو هيجيب لها الحاجات دي هديه. قال له وبعدين؟ قال له وبعدين تسيبها لي انا. بالفعل راحوا اجروا عربيه وجابوا سواق، واحد برضو زميله اسمه احمد، قال له هتعمل نفسك سواق وتنزل بسرعه تفتح العربيه لمصطفى وكانه خليجي وجاي ساري عربي نازل الكافيه يشرب حاجه ساعه ولا يشرب قهوه ولا حاجه. بالفعل جت عربية فخمة وقفت قدام الكافيه وفعلا جري السواق نزل من العربية فتح الباب للخليجي ونزل راح قعد على الترابيزة. بالظبط آية كانت بتعرف تصطاد زباينة، مش آية، شادية. راحت شادية بسرعة على الترابيزة اللي قعد عليها الخليجي وراحت خدمت عليه كويس قوي وجابت له طلبات وابتسامة بضحكة. قال لها والله أبغى أشتري لك هدية. قالت له خلاص وأنا تحت أمر. قال لها اركب معايا العربية والمحل اللي أنت عايزاه تشتري ما تبغيه، عايزة شنطة عايزة فستان عايزة اللي أنت عايزاه كله أجيبه. ركبت معاه بالفعل وفي منطقة مزدحمة جدا وقفت العربية فوق بجوسها راح راكب العربية ومعاه واحد تاني اسمه محمد ومعاهم آية، آية اللي هي صاحبتها الأنتيم زي ما بنقول. وبالفعل راحوا رابطين إيديها ورجلها جوه العربية وفي منطقة نائية راحوا خدوها ومطلعينها شقة. راح فككها محمد وقال لها شوف يا شادية، أنا لغيت آخر لحظة أنا بحبك، ولغيت آخر لحظة أنا شريكي، ولغيت آخر لحظة أنا حياتي من غيرك متدمرة، وبقولها لك لو أنت صممت إن أنت تسيبيني أنا مش هقدر أعيش، فنموت احنا الاثنين احسن ما احنا نعيش كده واحنا متعذبين. شادية قالت له موتني ومش هرجع لك.
قال لي انا عاجبك العيشه دي، خلي ان واحد خليجي زي اللي احنا عملنا على التمثيليه عليكي خدك وخدك الشقه، اطلع عمري وبطلع شقه، وانت عارف انا اخري يجيب لي هديه، يجيب لي نظاره شمس، يجيب لي ساعه، يجيب لي جهاز تخسيس، يجيب لي يجيب، لكن اكتر من كده عمري ما ابيع جسمي ولا عمري ان انا اسلم نفسي لحد. في الوقت ده طلع بره شاور اصدقائه محمد مصطفى واحمد ومحمد وايه، قال له مش عايزه ترجع، قال له طب خلي بالك لو رجعت دلوقتي ممكن تعمل فينا بلاغ ان احنا خطفناه. مصطفى قال له طب ده انا عملت لخليجي ودي مصيبه سودة، ومحمد قال له ده انا عملت سواق العربيه ودي مصيبه سودة، وايه قالت انا كنت معاكم دي مصيبه سودة، قال له لازم تقتلها لانك لو سبتها دلوقتي هتروح تبلغ عنا وكلنا نتحبس، وخاصه الناس في الكافيه شافونا وهي بتركب معانا، انا اللي مصطفى بيقول لك انا اللي هتدمر والناس كلها شافتني وانا عامل نفسي والسواق له الناس شافتني انا التاني، فكده لازم تموتها. مصطفى اقنعه بكده وفعلا دخل هو وايه عليها. ايه قالت لها يا شاديه اعمل معروف ارجع لجوزك ونجيب دلوقتي هيتجوزك رسمي، نجيب المأذون ويتجوزك رسمي وفي اتنين شهود هو وانا موجوده وترجع بجوزك. قالت لهم مش هرجع ولازم تسيبوني دلوقتي وانت خطفني. في الوقت ده مصطفى راح طبق عليها، راح كتم نفسها وخناها ما سبقاش غير هي ميته، وراح لفنها في ملايه هم الكل وخدوها في العربيه اللي كانوا مأجرينها وراحوا في حته اسمها ترعة الشرقاوية بشبينكوم. ترعة الشرقاوية بشبينكوم مشهورة جدا الترعة دي اللي بيرموا فيها كل بلاويهم، وراحوا رميين الملاية بالجثة بكله في ترعة الشرقاوية والمية خدتها ومشت. في الوقت ده طبعا الاهالي صبح الصبح لقوا جثة عايمة في المية راحوا مطلعينها. رجال الشرطة رئيس بحث شبين القناطر وابتدى في فريق بحث من مديرية الامن الاليوبية، بالفعل توصلوا الى شخصية الست دي وعرفوا ان كان في خلافات بينها وبين واحد اسمه محمد وانهم كانوا متجوزين، عرفوا ان هي كانت رافضة ترجع له، ده من اصدقاء الشادية اللي شغالين جوا الكافيه، وان قبلها بيوم في سري عربي جه خطب العربية وما يعرفوش عنها اي حاجة. من خلال الكاميرات ومن خلال المتابعة والمصادر السرية تمكن رجال الشرطة من الوصول الى الزوج محمد وتم القبض عليه، وبالتالي اعترافه وقبض على شركائه مصطفى واحمد ومحمد وآية ربة المنزل. آية كان ايه دورها في الموضوع غير الخطف؟ لما اختفت آية لما اختفت شادية وما رجعتش امها ابتدت تقلق، فحب زوجها اللي هو قتلها ان هو يطمن ام القتيلة، فخد شريحة التليفون من الزوجة بعد ما قتلها وعطاها الآية وقال لها كان ابعت رسالة من تليفون شادية على اساس ان انت شادية وتقول اطمن امها. بالفعل آية خدت الشريحة وحطتها في التليفون وبعتت رسالة لامها بتقول لها انا مسافرة وهقعد اسبوع ما تقلقيش عليا يا ماما. طبعا الكلام ده طبعا كلام اشتركت في الجريمة زيها زي اي واحد في فريق العمل، لان هو كده معنى ان تاخد الشريحة وتحطها في تليفونها وتبعت رسالة ان هي شريك اصلي رغم انها كانت الصديقة لشادية واختها والانتيم بتاعها زي بنوك. طبعا تم القبض على محمد الزوج وعلى مصطفى اللي عمل خليجي وعلى احمد اللي عمل سواق وعلى محمد وايه اللي اشتركوا في موضوع القتل الزوجي. هنا انا يعني انا ايه اللي يخلي ايه واحده تشترك في هذه الجريمه؟ ايه بتقول ان انا كنت صديقه محمد جوسها وتعرفت على شاديه وجوسها وهو لما طلب مني انا قلت امشي في الخير، ان انا احاول اقنع شاديه ان هي ترجع له واحاول اقنع شاديه ان محمد بيحبها وباي شكل كنت هما هو ما كانش يعني كان بيحزنني لما كنت بشوفهم هما الاثنين كل واحد عايش لوحده بعد ما كانوا سعداء، فحبيت اتدخل في الموضوع واصلح بينهم، لكن لما عملوا الوسائل دي وخطفوا شاديه وانا فوجئت ان انا في وسط الدوامه دي وانا ماليش دعوه، انا كنت جاي اصلح، وخاصة ان مصطفى خوفنا وقال لو سبناها هتروح تبلغ علينا، وهي شافتني راكبه معاهم العربيه وشافتني وانا داخله بقول لها لازم ترجع لجوزك، جوزك هيموتك ولازم ترجعي له، فكده انا اصبحت شريكه، فاضطريت ان انا اسير معاهم في الموضوع، للاسف رجلي جت في الخيه وانا ما كنتش اعرف ان الموضوع هيوصل ان محمد يقتل مراته، ده كان بيحبها جدا. محمد قال انا ما كنتش اقدر اعيش من غيرها، ولما فوجئت ان هي مصممه ان احنا ننفصل نهائيا كان عندي امل ولو 50% اقدر اقنعها ان هي تدينا فرصه نرجع لبعضين، لكن لما لقيت ان مفيش فايده وهي مصممه على الطلاق ومصطفى اقنعني ان هي ممكن تخرج من الشقه اللي احنا كنا واخدينها فيها وتبلغ علينا بالخط خفت، لان هي فعلا جريئه وممكن تجيب شهود علينا من الكافيه ان في حد خطفها في العربيه ونهارها كلنا كنا هنسجن، فقلت اه احسن وسيله وخاصه ان محدش شافني في العربيه نهاريه ان انا اقتلها وانتويها في مياه ترعه الشرقاويه مش بين القناطر والموضوع هيتنسي ومحدش هيعرف، وخاصه ان خلينا ايه تكلمها بشريحه التليفون بتاعه شاديه امها وتقول لها انها هتغيب اسبوع علشان امها ما تبلغش، لكن للاسف لما تم العثور على الجثه وتم التعرف عليها كانت الطمه الكبرى لينا ان الشرطه في خلال 48 ساعه تم تاكيد هويه القتيله والتعرف على زوجها والقبض على باقي الشركاء. هنا يا جماعة نقدر نقول أولا الزوجة أخطأت، طبعا أخطأت يا جماعة، طموح الزوجة ورغبة الزوجة كلها المفروض إن هي متبقاش موجودة ما دام الزوج قادر على الإنفاق، طموح الزوجة جوا بيتها مع أولادها مع إسعاد زوجها. تاني حاجة
انا مش فاهم ايه كان دورها في الموضوع غير ان هي كانت شريك اساسي في القضيه وان هي كانت بتغير من شادي لاي سبب او لاخر او كانت بتحب محمد الله اعلم لانها اشتركت بدون اي سبب. اما بالنسبه لمصطفى والاحمد ومحمد التانيين دول كانوا اصدقاء واللي كانوا عايزين يساعدوه في رجع زوجته لكن لقوا نفسهم ان هم اتورطوا في قضيه قتل. طبعا الكل معترف وتم تمثيل الجريمه وتم العثور على السلاح المستخدم بالملايه بعد ما قناها بيدي خناها بملايه واصبح القضيه كامله وتم فعلا تحويلهم للقضاء وفي انتظار محاكمه عاجله ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.